مشاهدينا الموعد الإخباري من قناة الجزائرية، أهلا بكم. نستهل إذن أخبارنا بأحداث غردايا، حيث تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين مجموعات من الشباب بمنطقتي القرارة وسهل وادي ميزاب، والذي راح ضحيتها 22 شخصا، وهي أدمى حصيلة منذ اندلاع الأزمة في غردايا. جمال الدين بوراس والتفاصيل. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الاشتباكات التي عاشتها مدينة غردايا 48 ساعة الأخيرة إلى ما لا يقل عن 20 قتيلا، إضافة إلى نحو 100 جريح. الحصيلة الكبيرة سجلتها منطقة القرارة التي كانت مسرحا للمواجهات بين فرقاء المنطقة من ميزابيين وعرب، والتي سجل فيها 18 قتيلا. استعملت في هذه الاشتباكات بنادق الصيد. المواجهات العنيفة أسفرت كذلك عن حرق العديد من المحلات والمنازل والسيارات، وتعد هذه الاشتباكات الأعنف والأكثر دموية منذ بداية الأزمة في غردايا شهر أكتوبر 2013. كذلك عندنا بعض الهجومات على السكنات يعني الأحياء الآمنة في البلدات عدة مرات، وآخر تطورات كانت خطيرة، يعني هي استعمال السلاح النار بشكل مكثف ومفاجئ وغير مسبوق، وهذا اللي يخلينا ندق ونقص الخطر لكل الجزائريين الالتفات إلى هذه الفتنة بكل مسؤولية وبكل جدية. كذلك كان في بعض الناس يروجوا لهذه الفتنة يعني بأسلوب طائفي، حب يخلوا هذه الفتنة وكأنها فتنة طائفية، وهي العكس. سكان المنطقة كلهم يعني مسلمين، كلهم يتبعون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن انتماء المذهبي، وهذا لا يعني لا يفسد في الود قضية، بالعكس يعني عندنا نماذج من التعايش لسنوات وقرون، بل أكثر من سنوات. هذا يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية رفقة مجموعة من الإطارات بزيارة تفقد إلى الولاية، وهي الزيارة الثانية له في أقل من أسبوع. كانت قد عقبت زيارته الأولى الأسبوع الماضي اندلاع موجة الاشتباكات. هذا واستدعى رئيس الجمهورية اليوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح والوزير الأول عبد الملك سلال في اجتماع أمني استثنائي وعاجل حول الوضع الدامي الذي تعيشه غردايا في الآونة الأخيرة، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات هامة لإيجاد حل للأزمة الخطيرة التي حصدت لحد الآن وخلال 24 ساعة الأخيرة 22 ضحية وعشرات الجرحى في صفوف المواطنين. كما ندد واستنكر مجلس الأعيان الميزابيين في بيان له ما وصفه بالمستوى المتدهور الذي وصلت إليه الاعتداءات الوحشية في مسلسلية الفتنة الدامية، وتساءل الأعيان عن هدف إشعال نار الاشتباكات مباشرة بعد زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية لغردايا، واعدا بحلول من شأنها إيقاف الصراع القائم. وطالب المجلس بإجراءات صارمة وردعية في حق كل من تخول له نفسه المساس باستقرار المدينة، خاصة بعد استعمال الأسلحة النارية في الاشتباكات الأخيرة. خرج سكان غردايا في العاصمة وعدة مناطق من الوطن في وقفات سلمية يطالبون السلطات بحمايتهم ومحاسبة جميع المتسببين في هذه الفتنة. رفيق عبود. نظم سكان ولاية غردايا في العديد من ولايات الوطن وقفات سلمية على غرار العاصمة أمام دار الصحافة طاهر جود، مطالبين السلطات بالإسراع إلى التدخل الحازم لوقف أعمال العنف التي تجددت في غردايا، ترتب عنها سقوط ضحايا ومزيد من المآسي. وكما طالب المعتصبون الذين استجابوا لنداء أحد مجالس الإباضية من السلطات محاسبة جميع المتسببين في هذه الفتنة. أنا ماذا بينا نحبسوا الحنف في ولاية غردايا بنسبة قرارة عندنا من الأول بار على 11 تاع الليل، اليوم هذا ما دخل رونفورد لو جوندارمري أبري أون ترونتين دو مور، بزاف علينا، وحنا حنا دومونديو الدولة تحمينا، حنا ماناش تاع عنف، ناس عقلاء، ناس ماناش حتى تاع عنف، حنا نحوسوا الوسم، حرقوا لنا أموالنا، حرقوا لنا أولادنا، ماتوا أولادنا بزاف. كم جينا على الخير، جينا على الوقفة السلمية، ما جيناش نديرو فوضى ولا حاجة، حنا ماشي تاع فوضى، حنا كما قلنا مسالمين إلى أبعد حدود،
الناس كيشوفونا مسالمين في غردية راهم يكتشفوا شنو صار فينا، كاين بزاف ضحايا. السلطات الحق الوقت اللي تتدخل، احنا ما درناش اجتماعات مع الوالي، اجتماعات مع السلطات الكبار، مع الاعيان، اجتماعات مع الصغار، مع الصغار باسكو المشكل راه في ليجان ماهوش في الكبار. هاد الوقفه الاحتجاجيه بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال درناها باش النظام يشوف واش راه يصرى في ولايه غردية، لان ولايه غردية جزء من لا يتجزا من القطر الوطني الجزائري. يعني واش راه يصرى راه يمس كل الولايات الاخرين، ما يديروش في بالهم باللي الا راه يصرى واش راه يصرى في ولايه غردية، يعني غير انطر يعني فئتين، هاد الفئتين ما هما الا مواطنين جزائريين. وحنا نطلبوا ان شاء الله نطلبوا من السلطات العليا باش لازم يوفروا الامن، اللي راه هاد الوعود اللي جازوا ما داروا والو، هاد الوعود ما جابوا لنا حتى نتيجه، والنتيجه راكم تشوفوا بعينيتكم كارثيه واش راه صاري. وفي ولاية وهران وولاية أخرى رفع المعتصمون شعارات مختلفة تدعو إلى تدخل السلطات لوقف العنف والعنف المضاد. هذا ودخل التجار النزابيين بالحميز بالعاصمة في إضراب، وذلك بغية التضامن مع إخوانهم في غردية، كما نشهد السلطات المعنية لإيقاف هذا النزيف. أمين برا. دخل التجار النزابيين بالعاصمة في إضراب عن العمل، وذلك احتجاجا على تأزم الوضع في ولاية غردية واستفحال ظاهرة العنف وسقوط المزيد من الضحايا. إضراب التجار المزابيين جاء بغية التضامن مع إخوانهم في الولاية وتحسيسا للسلطات بضرورة التدخل العاجل لوقف الفتنة والاقتتال بين سكان الولاية. طلبوا الأمن والسلام، ما يكون غير خير إن شاء الله، باسكو الشيء هذا لو يصرى في بلادنا واش نقول لك، ستا كيما نقولوا احنا العقلة ما تدخلوش فيها وهربت يديهم على الجهة من الناس، بدات لي بروبليم، بدات المشاكل، واش صرا القتيله المشاكل، احنا ما نبغوش هكذا، ان شاء الله ربي يجيب الخير، رانا كاع خاوه والدين ما امرش هكذا، روح نقتل خويا ولا هذاك يقتل خويا، احنا واش نقولوا، احنا نطلبوا احنا السلم والهنا. غردايا كمشا ما قدروا لاش يتحكموا فيها، سي با نورمال، تزار الارهاب وكذا فروها غردايا كمشا ما قدروش يفروها. نطلبوا ان شاء الله مع زبوت فريقه والسلطات كاع يشوفوا هذا الوضع وان شاء الله ما يكون غير الخير. يعطونا العشونه ولا غدونا، احنا يعطونا الامن من السلطات المحليه، يعطونا الامن يا خويا بربي يفرج، الباقي احنا باش نضرب نتبلاوهم ولا نضربوهم، احنا بربي ان شاء الله ما كان والو من عندهم ولا من عندنا، باسكو هما عندهم العقله نتاعهم، احنا عندنا العقله نتاعنا ونريحوا ونتفاهموا. الا ما كانش الوضع لا زاد يزيد كبار اكثر من هكذا، باسكو هم قتلونا بزاف ومازال زيد كبر القضية. من جهتهم الجزائريون عبروا عن استيائهم لتردي الأوضاع في غردية، وطالبوا السلطات بالتعجيل في إيجاد الحلول لهذه الولاية التي لا زالت تعيش تحت وطأة العنف القاتل. إن شاء الله إن شاء الله ربي يهدي الأحوال بأي مكان، نتمنى إن شاء الله واش راه يحدث في غردية تطفي نار الفتنة بإذن الله تعالى، وما يصرى لكمش إن شاء الله واش راه ساري في البلدان العربية المجاورة. أهم حاجة الحوار، باسكو الحوار هو اساس كل شيء. دوكا الدم صح يصرى ممكن نضربوا ونتقاتلوا، وكي يخلصوا العباد ومن بعد شكون راح يتحاور؟ فالافضل الناس يتحاوروا. يا كلكان دارير هاد لي زاكت بيسك صافي بيسك اون اني ما حبش تحبس، سي امبوسيبل، هادي ما تعقلش. ان ولايه ما نجبنا لهاش باش رتبوا الدار هذه باش تسقم بين عباديين وبني مزاب، اوني دي زاجيان مسلمين، نورمالمون الدولة هي تدخل، هي اللي تحكم في هذه الأمور. حذرت الأحزاب والسياسية في الجزائر من مغبة السكوت عما يحدث في غردية، واعتبرت الأوضاع في الولاية منذرة بعواقب وخيمة، فيما حملت السلطات العمومية المسؤولية في استعادة الأمن والهدوء إلى الولاية وحماية سكانها في أنفسهم وممتلكاتهم. تساءلت الأمينة العامة الحزبية العمال عن غيابية الحكومة وصمتها جراء انفلات الأوضاع بغردية، محملة المسؤولية في إيجاد الحلول العاجلة للوضع بغردية. التصريح في ميكروفون أسمع عسلية. السؤال اللي هو مطروح، أين هي الحكومة؟ لأنه الهيئات النظامية تاع الأمن يعني الجيش الشعبي الوطني والشرطة متواجدين في عين المكان، ولكننا نعرف جيدا انه الحل الكل امني وحده لا يمكن اطلاقا ان يخمد هذه النار اللي عندها مضامين عده،
ونحن نعتقد أنه من المفروض الحكومة في هكذا ظروف تنزل للميدان، تروح للغرداية، وكل وزير فيما يخصه عنده مسؤولية يتحملها. فكفى هروب إلى الأمام، كفى هروب إلى الأمام، لأنه واضح وضوح الشمس أنه ما يجري في غرداية هو جزء لا يتجزأ من تداعيات تعيشها كل المنطقة. كما كشفت الأمينة العامة الحزبية العمال ويزا حنون اليوم أن الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بعيد الاستقلال لم تكن من كتابة الرئيس، إنما من جهات أخرى باتت معروفة كتابتها. أسمع ناسلية. انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال ما حملته رسالة الرئيس عشية الاحتفال بعيد الاستقلال، كاشفة أن مضمون الرسالة لم يكتب من طرف الرئيس. عدنا نعرف بسهولة شكون اللي يكتب، علاقة بالمضمون في الشكل وفي المضمون. اللي كتب الرسالة راهو يقولنا رانا عايشين في البذخ، رانا لبس علينا. Ça va très bien, Madame la Marquise. C'est la vie en rose. حنا ما كان حتى مشكل. رانا عالجنا كل المشاكل. المسؤولة الأولى عن حزب العمال لم تتوانى في فتح النار على تصريحات وزير المالية عبد الرحمن بن خلفة الأخيرة بتخيير الجزائريين بين التقشف أو اللجوء إلى المديونية. هذا التصريح سيد لا بروفوكاسيون. C'est de la provocation لأن الشعب مش هو المسؤول عن انهيار سعر البرميل. هاد الشونتاج اللي يدير فيه وزير المالية أو ما يفرقش عن الشونتاج اللي يدير فيه لا ترويكا على اليونان. يا إما تقبلوا بسياسة تقشف قاتلة أو أنه ما نعطيو لكم حتى سنتيم، يعني نزيدوا نجوعوكم أكثر فأكثر. وإن يكن من أمر، فتخيير المواطن البسيط بين المديونية من صندوق النقد الدولي والتقشف اختيار بين إجراءين أحلاهما مر. في موضوع آخر، أقر عمار سعداني الأمين العام للأفلان أنه اشترى فعلا شقة في نوي سور سان وهو حي راقي بباريس بعدما استفاد من قرض بنكي، وذلك لتأمين إقامة مريحة لابنته المريضة التي تتابع علاجا في أحد المستشفيات في باريس. وأضاف سعداني في حواره مع صحيفة الخبر أنه قدم للجنرال توفيق ملفا كاملا بخصوص هذا الموضوع يتضمن كل الوثائق المتعلقة بالعقار الذي اشتراه والشهادة وتقارير الطبية التي تثبت الحاجة إليها. أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أنه يتوقع تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة، وذلك بدءا من هذا الجمعة، خصوصا على مستوى المناطق الساحلية ومنطقة الهضاب العليا. وأشار الديوان إلى أن درجات الحرارة لن تتجاوز 35 درجة مئوية على مستوى المناطق الساحلية، في حين تبلغ حوالي 40 درجة في المناطق الداخلية من الوطن. هذا وتشهد الجزائر منذ أواخر شهر جوان الماضي موجة حر شديدة أدت إلى تسجيل وفيات، خصوصا بالجنوب الجزائري الذي ناهزت فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية. تداعية والتقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان تتواصل باستدعاء الجزائر للسفيرة الأمريكية بالجزائر أمس، وذلك احتجاجا على الوثيقة التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا، حيث اعتبرته الجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية وتقييمات مغردة واستنتاجات مفرطة في التبسيط. واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذا التقرير لا مصداقية له لأنه أصدر أحكاما خاطئة. لا تزال صيدليات العاصمة تشهد ندرة كبيرة في الأدوية ناهيك عن تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، برغم تطمينات وزير القطاع الذي وفي كل مرة يؤكد على وفرة الأدوية في المستشفيات وحتى في الصيدليات النبارة. رغم الخطة الاستعجالية التي بادر بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف في كل مرة بغية النهوض بالقطاع والرفع من نوعية الخدمات المقدمة من خلال الإصلاحات الهادفة إلى توفير الأدوية، إلا أن العديد من الصيدليات بالعاصمة تشهد ندرة مزمنة في العديد من الأدوية سواء المستوردة أو المحلية، ناهيك عن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. هناك نقص كبير في الأدوية،
خصوصا المتعلقه بالامراض المزمنه كما داء السكري. نقص الادويه ولا مشكل تاع كل يوم، ما تقدريش تقولي كاينه اون بيريود ولا ما كاش اون بيريود ولا في الشتاء ولا في الصيف ولا في هذا اول. ثانيتها ماشي كيما بكري كان دواء تاع خارج ماشي يدخل، ميم دواء تاعنا هنا تاع لوكال تاع المنتوج الجزائري راهو ناقص جدا، كل يوم كاين دواء ناقص. ثانيتها لو بروبليم راهو الناس عم باتلهم بالك حنا نو فارماسيان مخبيينو ولا جو سي با كومون سا سباس، لي جون ساكن عندهم دي زيدي على دواء تاعهم فوالا سي فريمون با سا. وكاين نقص كذلك في ادويه ما عندهمش جانس، ها هو هنا المشكل. وكاين كما يقولوا ادويه لازم تكون كيما اخيرا سورتو سانترون كان مكاش كاع مفقود ولينا نبيعو بلي بلاكيت. ويرى مراقبون أن ظاهرة انقطاع المخزون الحيوي من الأدوية وبالأخص الضرورية منها المتعلقة بحياة أو موت المريض باتت تتكرر بشكل دوري منتظم، يؤشر إلى إشكالية الكفاءة في التسيير، خاصة إذا ما كان هذا التسيير يعوزه الاستشراف في مسائل المرض والعلاج. المشكلة راهم عويص جدا وراهو يكبر مع الوقت، يعني نحسب انا نشوفو بلي راهو يكبر بزاف. دونك حنا ماهوش عندنا المشكل، ما راهوش عند لي فورنيسور، ما راهوش عند ناس واحد اخرين. دونك وي لو بروبليم اون ايمري بيان سافوار سي سكي سباس. مشاهدينا من الاخبار الوطنيه ننتقل بكم للاخبار الدوليه. تعيش أوروبا هذه الأيام بين تخوفات المجلس الأوروبي بانسحاب أثينا من منطقة اليورو وتضمينات الرئيس اليوناني بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق مع دائني بلاده. رفيق عبود. في ختام القمة الاستثنائية بين اليونان ودائنيها الأوروبيين في بروكسل، أين أفضت المفاوضات إلى منح مهلة لأثينا تنتهي يوم الأحد المقبل للتراجع عن قرار الخروج من العملة الأوروبية الموحدة، وهذا بعد يومين على استفتاء رفض فيه الناخبون اليونانيون خطة الدائنين لبلدهم. وخلال مؤتمر صحفي ببروكسل قال رئيس المجلس الأوروبي: نحن فعلا في لحظة حرجة بالفترة الأصعب في تاريخنا، لا يمكننا استبعاد السيناريو الأسود إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول هذا الأحد، في إشارة إلى إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو. بدوره أقر رئيس المفوضية الأوروبية الذي رفض طوالا الحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو بأنه لم يعد يستبعد أي فرضية، وقال إن القادة الأوروبيين أعدوا سيناريو مفصلا لهذا الاحتمال الذي ستكون له انعكاسات على البلدان الجوار. من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء اليوناني تصميمه على مواصلة الجهد للتوصل إلى اتفاق مع دائني بلاده يضمن الخروج من الأزمة وينهي احتمال خروج أثينا من المنطقة اليورو. وبقي المختصرات الدولية نتابعها مع أمين برا. أطلق عدد من النشطاء في بريطانيا حملة عالمية موجهة إلى رئيس الوزراء دافيد كاميرون بإلغاء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا باعتباره دكتاتور عسكري. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه تكليف أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة، وهذا بعد انتقادات واسعة من المعارضة اتهمته بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة عمدا. حكمت المحكمة العراقية بالإعدام على 24 متهماً بقتل مئات المجندين العراقيين من قاعدة سبايكر سنة 2014 حسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي. أعلنت الخارجية الأفغانية في بيان لها أنه تم اتفاق مع حركة طالبان على اللقاء مجددا بعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية بهدف إنهاء التمرد الذي استمر 13 عاما. نشرتنا مستمرة بعد قليل ضيف الأخبار.